بالرغم ان احنا عندنا مرينا في مصر هنا او في العالم كله باكبر ازمتين، ازمه كورونا اللي غابت عندنا سنتين، وازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه. لكن بالرغم من كده الرئيس شغال وبيشتغل وواقف مع شعبه وبيكافح مع شعبه والشعب جنبه. حدودنا كلها ملتهبه وكلنا عارفين الكلام ده، السودان وليبيا والعراق. الحمد لله احنا عندنا مصر امنه. كلنا متجمعين في الحقيقه على حب هذا الوطن، وايضا على من يعمل لمصلحه هذا الوطن. والمؤكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح لفتره رئاسيه جديده اكثر المصريين حرصا على حب هذا الوطن سواء داخليا او خارجيا. اننا نؤيد وندعم السيد الرئيس دعما ليس من فراغ، لأن الإنجازات التي